الله إن الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يقول المولى جل وعلا في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاذنا الله منها وإياكم. مستر عبد القادر عمر محمد زوجتك وأنكحتك بعاشا بشير عبد الله بوكالة وليها إياية مقدار مهرها $10,000 أمريكي أقبلت نكاحها وتزوجها بهذا المهر المذكور. أقبلت مستر عبد القادر عمر محمد وحنكو قوريي عاشا بشير عبد الله وليها دا بهذا يوكيشين حنكو قوريو مهر كيدو يهي $10,000 وحنكو قوريي ما غوش نوكو قوريي بارك الله لك وبارك علي وجمع بينك. تكبير تكبير جزاكم الله خير بارك الله فيك.